بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتعرف بإذن الله في هذا الدرس عن الكائن إيغور أو كائن الخطأ، ونحن ضمن فقرة كود معالجة الخطأ. ننطلق على بركة الله مع التعريف مع شرح أطوار الدرس. الكائن إيرور، يمكننا الكائن إيرور من تحديد رقم الخطأ وكذلك وصف الخطأ، وعلى أساس رقم الخطأ يمكننا إضافة كود معالجة الخطأ باستخدام الجملة try catch. الآن هنا على سبيل المثال وضعنا في label 1 dot text رقم الايرور باستخدام الكائن ايرور والخاصية number، وفي label 2 وضعنا الوصف لهذا الايرور كما نلاحظ ذلك. نلاحظ هنا إذا حدث الايرور سوف يتم تنفيذ العبارة catch، وإلا يتم الخروج من عبارة try catch. الآن عند التنفيذ سوف نختار زر فحص. بما أن الصورة غير موجودة سوف يتم وضع رقم الخطأ، وهنا نلاحظ أن المسار خاطئ أو يتم عرض المسار لنا. هنا إذا كان في حالة الخطأ يظهر المسار، نلاحظ تم تحديد الخطأ أنه موجود في المسار. نضع الكود الصحيح أو المكان الصحيح للصورة ثم نضغط فحص فيختفي الخطأ. إذ أن هناك جدول كبير من أرقام الأخطاء يمكننا مراجعته ضمن ملف المساعدة الخاص بـ Visual Basic. مثلا على سبيل المثال رقم الخطأ 13 هو Type Mistake، أي كتابة خاطئة. على سبيل المثال الخطأ رقم 53 هو File Not Found، أو الملف غير موجود. رقم الخطأ 55 رقم Already Open، أي الملف مفتوح مسبقا. على سبيل المثال الرقم الخطأ 61 ديسك اول او ديسك فول او القرص مليء. وهناك العديد من الاخطاء يمكنك مراجعتها في ملف المساعدة الخاص بالبرنامج، او يمكنك عمل برنامج لطباعة جميع الاخطاء وكذلك اوصافها باستخدام ايرور نمبر وايرور ديسكريبشن كما فعلنا الان. والى هنا نكون قد انتهينا من درسنا هذا، نلتقي مع الدرس المقبل بإذن الله. وإلى ذلكم الحين نترككم في أمان الله.